صدر عن صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم خمسين لسنة 2021 بإضافة بند جديد إلى المادة الأولى من القرار رقم تسعة لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية جاء فيه. يضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية بند جديد برقم 10 نصه الآتي: 10- المبعوث الخاص لشؤون المناخ، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.